النادي الاهلي النهارده بعد اخطاء طاقم التحكيم في مباراه الامس مع البنك الاهلي قال بيان ان النادي اداره النادي ارسلت صباح اليوم خطابا للاتحاد المصري لكره القدم، واكد النادي في خطابه على ان الاخطاء التحكيميه التي شهدتها بعض مباريات الاهلي في الدوري لم تقتصر فقط على حكام الساحه، ولكن امتد الامر ايضا الى حكام الفار، حيث تم الغاء اهداف صحيحه وعدم احتساب ضربات جزاء شرعيه، بالإضافة إلى استبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلي في تصرف غير مفهوم. جه كمان في بيان النادي الأهلي أو خطابه أنه لم يكن يرغب أبدا كعادته في التعقيب على أخطاء التحكيم المصري، ولكن الأخطاء التحكيمية الأخيرة والمتكررة والتي أثرت في نتائج بعض المباريات بشكل مباشر مثلما جرى في مباراتي وادي دجلة والبنك الأهلي واللتين شهدتا أخطاء غير مقبولة سواء من حكام الساحة أو من حكام الفار، دفعت النادي لهذه المخاطبة العاجلة حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص، وطلب الأهلي مسؤول اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بإيقاف الأخطاء التحكيمية وتطبيق معايير ثابتة على الجميع لضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيري ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافسة. ده بيان النادي الاهلي او ده خطاب النادي الاهلي لاتحاد الكره اليوم، والاهلي دايما وابدا كل اللي بيطالب بيه ارجوكم مزيد من الحرص على العداله بين الجميع، واعتقد تقنيه الفار كان اول من طالب بها اتحاد الكره السابق برئاسه المهندس هاني ابو ريده كان النادي الاهلي. الفار هيؤدي الى تكريس اكتر للاخطاء لانه بشر. قلت لك ما كان الحكم الخامس من باب اولى اللي اقرب من الفار بقى اداك حقك، لكن اللي انا عايز اقوله تعقيبا على هذا البيان استاذ ابراهيم انه بيان شيك. يعني في استياء، ما فيش اساءه، في رجاء لتحقيق العداله، في تنبيه ان ده بيخل من مبادئ تكافؤ الفرص. اهم حاجه في البيان ده انه ذكر انا اتضريت في ايه، ما راحش ما تعرضش للاخطاء اللي استفاد منها الخصم خالص او المنافس اللي هو دايما اشمعنى لا بيجيب سيرتك يعني. فالبيان عشان ان انا بطالب بحقي، انا بقول انا بس انتوا عملتوا معايا انا ظلمت في ما راحش قال ان انتوا جاملتوا في ايه. اول المعيار مش ثابت يعني. فده بيان مسؤول لازم يطلع، لان النادي الاهلي الحقيقه كل سنه يطلع بيانات من النوع ده والناس تقعد تنتقدها، وبعدين في الاخر يقول لك كان عنده حق، يقول لك ايه لماذا لا يطبق الفار والاهلي مش عايز الفار، والنادي طبق طلب الفار ولكن انا كنت متخاف من تطبيق الفار. طيب امبارح الكابتن سيد عبد الحفيظ اشتكى من نوعيه طاقم التحكيم، ودي مساله المفترض للكابتن وجيه احمد ولجنه الحكام، احنا مستقرين على قيمه الاهلي بطل الدوري يا اخي، خليه حامل اللقب بس، سيبك من كل اللي فات، الموسم ده الاهلي حامل اللقب، هل يستوي عندك حامل اللقب واهميه مباراته ومالهاش دعوه بطرف مين طرف المباراه الثانيه، بس انت عندك حكام دوليين بكل خبراتهم، يا هتحط ناس منهم في الملعب يا هتحط ناس منهم جوه غرفه الفار في النهايه علشان تضمن الحكم الدولي هنا او هنا عنده قدر من الخبره في مواجهه امور كتيره جدا، لانه امبارح غير مفهوم ان انت تجيب حكم كره شاطئيه او خماسيه يا كابتن وجيه، يعني ضاقت خلاص، جاب حكم محمد سلامه ميدو حكم معتمد كره خماسيه وشاطئيه عشان يحكم مباراه للاهلي، بالله عليك ده كلام؟ اولا محمد الحكم ميدو من منطقه بورسعيد، يعني كان تستشعر الحرك سنه، ومش عايز اقول لك انه الناس بتتكلم مين في لعيبه البنك الاهلي اصدقاء مباشرين للحكم على قهاوي بورسعيد، لعيبه جاهرت كتير بكراهيتها للنادي الاهلي كانت موجوده في الملعب امبارح واصدقاء للحكم، هل ده كان ما يخليكش تستشعر شيء من الحرج يا كابتن وجيه وانت بتختار حكم للاهلي؟ وما بنقولكش مين، انت ست مباريات للاهلي اربعه دوليين وثلاثه مش دوليين، ادي مباريات الاهلي السبعه، لكن الزمالك ست دوليين وفي اتنين كانوا دوليين وتشالوا السنه دي من القايمه اللي هو الحنفي وعاشور، يعني اذا انت بتختار يعني بتختار الحنفي وعاشور ده معتبرين من اصحاب الخبره الهائله في النهايه خبرات، لان احنا مش بنتكلم على مجرد الشارع، يعني لا هم دوليين على خبرات، دوليين السنه اللي قبلها، فانت ليه الفرق الكبيره بمبارياتها اللي هي تحت المجهر
والاخطاء فيها بتحدث مشاكل، يا اخي حط حكم كبير بخبرته هنا او هنا. لكن لما اكون حاطط حكم كره شاطئيه في الملعب يا كابتن، واحط في غرفه الفار عمرو الشناوي ابن كابتن احمد الشناوي، ليه كل التحيه والتقدير، لكن احنا بنتكلم على نوعيه الاختيار. وتزعل لما الكابتن سيد عبد الحفيظ يحط علامه استفهام على الاختيار،